بحضراتكم معانا في يوم من أعظم الأيام اللي شهدتها مصر، وتحية من كل المصريين لأبطالنا أبطال الشرطة. زي النهاردة من 68 سنة كانت ملحمة الإسماعيلية. ملحمة الإسماعيلية للي طبعا من شبابنا ومن ولادنا ما يعرفش هي إيه، النهاردة هنحكيها أكتر. هي كانت وقفة قوية جدا قام بيها رجال الشرطة، وطبعا كان معاهم فدائيين كمان من الإسماعيلية عشان يواجهوا الإنجليز، علشان ما فيش حد يقدر يحتل بلدنا. ولغاية النهاردة الملحمة دي بتتكرر على طول. لغاية النهاردة رجال الشرطة البواسل لا زالوا حتى الآن بيدافعوا ودرع قوي جدا عن الجبهة الداخلية. وزي ما احنا عندنا عند الجبهة الخارجية قواتنا المسلحة بتحمي حدودنا، كمان في الجبهة الداخلية قوات الشرطة بتحمي كل أمننا. كل واحد مننا بينام في بيته مرتاح، هو في البرد متدفي وهو في الحر في التكييف، وفي رجال واقفين علشان يحرسونا، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. النهاردة بنقدم تحية خاصة جدا لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال كتبوا أسمائهم بحروف من نور في سجل البطولات. رجال النهاردة إن كانوا غابوا عنا ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وتحية كمان لكل أسرهم اللي قدمت أرواح كثيرة جدا، سواء كان زوج أو ابن. في كتير من أبناء من الشهداء أبناء لأمهات مكلومات، النهاردة الأمهات دول كمان جايين بيقولوا تحيا مصر، وقدمنا أولادنا لمصر وهم أرواحهم غالية علينا لكن ما تغلاش على أرض مصر. النهاردة بنقدم كل التحية لكل المصريين في يوم عيد الشرطة 25 يناير. كل سنة وحضراتكم طيبين. والله هو دور الشرطة هي حمايتنا، هي بتأدي دورها، بس الأهم من أنها تأدي دورها إن إحنا نصلح من حال نفسينا، هو ده الدور الأهم. الشرطة ليها دور مهم كبير طبعا في الدولة، بتحافظ على أمن البلد وبتحافظ على السلام الوطني وبتحمي كل أفراد الدولة. يعني إحنا مش حمل غربة ولا حمل ولا مع، يعني المصريين اغلبيتهم ناس فقراء وناس مش قادره حتى تهاجر، بس الحمد لله الجيش والشرطه قاموا بواجب قوي جدا في البلد، حموا بلدنا، حافظوا على بلدنا. الشرطه المصريه بتأدي واجبها على اكمل وجه، بالعكس نشر الامن والامان ومنع انه يحدث بلطجه والواحد يبقى ماشي هو وخطيبته او مراته او اخته ومأمن على نفسه. الدور اللي بتقوم بيه وزاره الداخليه في مصر دي حاجه بنشهد عليها طبعا كلنا، كفاية ان احنا بقينا امنين، دي اكتر حاجة بنمر بيها الايام دي، كفاية الامان في مصر بسبب وزارة الداخلية وبسبب وزارة الدفاع، وان شاء الله من تطور لتطور وربنا يسهل ان شاء الله، يعني يبقى في حاجات احسن من كده بكتير ان شاء الله. هنا وامانة في ايد كل المصريين، وكل المصريين زي ما قلنا لما بيبقى في تلاحم ما بين شرطة جيش شعب قيادة اكيد هنبقى فعلا في أمان شديد جدا، وده العصر اللي احنا بنقول عليه وده العهد اللي إن شاء الله هنعيش عليه طول عمرنا. النهارده واحنا بنحتفل مع حضراتكم بمرور 68 سنة على احتفالاتنا في أعياد الشرطة، هذه الذكرى العطرة والعظيمة اللي في قلوب كل المصريين، النهارده هنلقي عليها الضوء أكتر معانا ومع حضراتكم الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيدي. برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب دايما. كل سنة طيبة وكل رجال الشرطة ولكل المصريين بخير وصحة إن شاء الله. يا رب بإذن الله. احنا دايما بنحب نستفيد من كل الملاحم اللي احنا عشنا فيها، ومصر فعلا زاخرة بملاحم وبطولات عديدة، بس في كتير من الأجيال ممكن تكون ما تعرفش قوي الأحداث حصلت ازاي. خلينا نبدأ الأول بالذكريات، نرجع لتحديدا 25 يناير سنة 52، ايه اللي حصل بالضبط؟ شوف انا هقولك، في البداية لابد ان نقدم التحية لكل رجال الشرطة في عيدهم، وايضا كل التقدير والتكريم على أرواح الشهداء من رجال الشرطة اللي ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل حماية الوطن وحماية المصريين اللي بيشعروا بأمان واستقرار في هذه الفترة اللي احنا بنمر فيها بمرحلة صعبة. في الحقيقة أبطال الشرطة في كل مكان، يعني لعبوا دور كبير جدا حتى وصلنا إلى ما نحن فيه، بجانب طبعا رجالنا البواسل من رجال القوات المسلحة. أكيد. أنا عايز أقول جملة بسيطة جدا قبل ما نخش في الحديث، إنه لولا الاستقرار اللي تحقق بأيدي القوات المسلحة ورجال الشرطة في الداخل وحكمة الرئيس وبراعته في إدارة شؤون البلاد لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.
من هذه المشروعات العملاقة، من الاستقرار اللي بننعم به اللي بيختلف عن أي دولة أخرى في المنطقة، واللي حول مصر إلى واحة للأمان والاستقرار. أصبحت مصر هي نقدر نقول الملاذ الآمن لكل الذين هاجروا قسرا أو في نفس الوقت نزحوا من بلادهم نتيجة الصراعات والحروب في المنطقة. فإحنا بنقول رجال الشرطة يستحقون كل التحية، لأنهم بالفعل ركن أصيل في حماية الوطن بجانب قوات المسلحة. أكيد طبعا. فكفاءة قواتنا المسلحة، كفاءة رجال الشرطة العظماء، حكمة الرئيس، وأهم حاجة صلابة الشعب المصري والتفافه حول القائد. كل ده أدى الاستقرار اللي احنا بننعم به حاليا. نضال الشرطة في حياة المصريين كبير جدا. نتذكر في 25 يناير 1952 هي الملحمة العظيمة لأبطال الشرطة المصريين أيام الإنجليز. الإنجليز سبق هذا الحدث اللي هو أحداث 25 يناير في هذا اليوم اللي مر عليه 68 سنة، إن كان فيه حالة عصيان، كان فيه تمرد من المصريين على الإنجليز بعد إلغاء معاهدة 36 اللي أثارت الإنجليز. في الحقيقة الإنجليز حبوا يستولوا على المحافظة ويطردوا وعملوا حملة يمكن مجزرة ضد قواتنا الباسلة من رجال الشرطة، ووجهوا القنابل والمدافع والدبابات ضد مجموعة من أبطالنا داخل محافظة الإسماعيلية. خلينا نتكلم عن فرق التسليح ما بين الإنجليز وما بين أبطالنا اللي كانوا جوه بالزبط. طبعا ده تسليح كبير جدا، حوالي أكتر من 5000 جندي وضابط إنجليزي. أيوة. بينما إحنا نتجاوز 700 راجل شرطة، ما بين 600 و700 بأسلحة خفيفة، بينما التانيين بأسلحة ثقيلة وكل المعدلات. وفي نفس الوقت لما الإنجليز وجهوا إنذار، أو القائد الإنجليزي في هذه الفترة إكسن وجه إنذار إلى الأبطالنا من رجال الشرطة داخل مقرهم، كانت النتيجة أن قائد شاب اسمه مصطفى رفعت رفض، وساعتها تم اختيار فؤاد سراج الدين اللي كان طبعا وزير الداخلية في هذه الفترة، وقال لهم اصمدوا، واستمر الصمود. يمكن أنا هنا عايز حاجة واحدة بس، أن صمود أبطالنا من رجال الشرطة وقوات الشرطة الباسلة أكبر الإنجليز على احترامهم. أيوة. لدرجة أنه في نهاية المطاف لما تم الاستسلام بعد رحلة صمود قوية، يمكن القائد الإنجليزي وقف بنفسه احتراما لرجال الشرطة أثناء خروجهم واستسلامهم، وقدم لهم التحية. دي بتدل على أن الجندي المصري أو رجل الشرطة المصري مستعد أن يضحي بدمائه من أجل حماية الوطن، من أجل كرامة المصريين، من أجل كل حبة رمل على أرض مصر. على فكرة أنا عايز أنتقل من دي، من هذه الملحمة البطولية، إلى أنه مجموعة من الملاحم البطولية الأخرى طوال هذه السنوات. بالضبط. منذ يعني أحداث الأمس باليوم، منذ أحداث حتى اليوم. كل يوم بيسقط شهداء من الشرطة. في أبطال بيضربوا المثل في يمكن أقول في البطولة. هم كمان الميزة أن عندهم العقيدة، يعني حتى زي ما حضرتك قلت في الملحمة اللي كنا بنتكلم عليها بتاعت سنة من 68 سنة سنة 52، معناش أسلحة ومعناش قوة، يعني عدد من القوة، لكن عندنا عقيدة كبيرة جدا بالزبط. تقدر ان هي تهزم أي حد، وده اللي استمرنا عليه إلى يومنا النهاردة. شوفي أنا هقول لك حاجة، يمكن أنا دايما بتستوقفنا عملية الكمائن اللي موجودة سواء ليلا أو نهار. أنا تخيل أنت الإنسان بيبقى قاعد آمن في بيته أو في عمله أو الطفل في مدرسته أو الطالب في جامعته، بينما ظهره مؤمن من رجال الشرطة داخل الوطن. الكمائن اللي على الشوارع دي بتبقى في عز البرد، والجندي بتاع جندي الشرطه او رجل الشرطه واقف في عز البرد وتحت المطر في كمائن لتامين البلد ولتامين المواطنين. شوفي قد ايه ده، مش رجال الشرطه بس، وسيدات الشرطه ايضا الابطال في المستشفيات بيقوموا بدور في العلاقات العامه،
بيقوموا دور يعني متوزعين في كافة أقسام الشرطة. أيضا يعني الرجل والسيدة من الشرطة بيضربوا المثل أو أروع الأمثلة في حماية الوطن وفي خدمة الوطن المصري. عايز أقول لك حاجة، كم شهيد سقط من رجال الشرطة سواء في سيناء أو في القاهرة أو في تأمين الكنائس والمساجد وكل شيء. أنا بعتقد يعني أنا عايز أقول لك حاجة، لا تتخيلي قد إيه، امشي بالليل الساعة 2 بالليل أو الساعة 1 بالليل، شوف الكمائن اللي على الطريق. هذه الكمائن أنا بقرا إنها بتديني عنصر الأمن، أكيد بتشعرني طبعا بالطمأنينة إن في أي وقت عندنا رجال عيون ساهرة هدفها كله تأمين المواطن. كفاية كفاية إن في الأعياد والمواسم اللي إحنا بنستمتع فيها في كل مكان على الشواطئ أو في المدن الساحلية أو في الحدائق بيبقوا رجال الشرطة، رجال الشرطة في حال الطوارئ، عكس ما ينعم به المواطن من حرية. بالضبط زي ما بنقول إن في عز البرد والدنيا بتمطر إن رجال الشرطة واقفين في الشارع وإحنا متدفيين في بيوتنا، في عز الحر والشمس حارقة رجال الشرطة واقفين في الشارع وإحنا قاعدين في بيوتنا في تكييفات ومرتاحين ومطمنين، ما كناش بنقدر ننزل، اخرنا كان على 9 بالليل نقدر ننزل، دلوقتي ممكن الناس تروح بعد الفجر بعد صلاه الفجر وهي مطمنه، ومعدلات الجريمه الحمد لله قلت لما اتكلمنا على معدلات بالارقام بالظبط. يعني في انجازات كثيره جدا، لكن من ضمن هذه الانجازات اللي لازم نتكلم عليها ايضا فيما يتعلق بدور الشرطه، ان احنا دلوقتي ما بقيناش بنحارب حروب الحروب الجيوش المنظمه، يعني احنا ما بيبقى في حروب ما بتبقاش بنحضر بقى المدافع والقناة بالواوة. لا بقى في نوع جديد من الحروب، وده اللي ايضا بدات تتطور الشرطه في ان هي تقدر تحارب فيه. لكن مهمة جداً. النقطه دي عايز اكلم حضرتك فيها بس بعد الفاصل، نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل في النقطه دي. نطلع مع حضراتكم مشاهدينا نشوف هذا التقرير ونرجع معاكم مره ثانيه. الشرطة المصرية مؤسسة وطنية عريقة، فهي المؤسسة التي من الشعب وملك للشعب، فرجال الشرطة قدموا من بينهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف دفاعاً عن أمن واستقرار مصر وحماية جبهاتها الداخلية. وما زالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر. وعيد الشرطة هو ذكرى الملحمة الشجاعة لرجال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام 1952. إن رجال الشرطة في كل وقت يؤكدون أن مصر حرة كريمة تستحق كل التضحية وكل الفداء. كل سنة ومصر كلها بخير. 25 يناير عيد الشرطة، يا رب كلنا دايما نفضل بخير، شرطة وشعب وجيش. كل سنة كلنا طيبين، جيش وشعب وشرطة. نهنئ الشرطة المصرية بيوم 25 يناير، وده احتفال بالنسبة لجهاز الجهاز الهام لشؤون بلادنا مصر. بيتركز عليه اقتصاد وبيتركز عليه سياسة وبيتركز عليه مجتمع، كيفية الانضباط. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة كده في تقدم ونجاح إن شاء الله. أنا بحب الشرطة جدا جدا جدا. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا واحتفالنا بعيد الشرطه، وارجع مع حضرتك مره ثانيه. كنا اتكلمنا على الدور المنوط بيه ايضا رجال الشرطه فيما يتعلق بالحرب الالكترونيه، وخصوصا الشائعات الكثيره اللي ممكن تكون بتطلق، ازاي هم بيتصدوا لهذه الشائعات لان دي اللي بتدمر فعلا، ده نوع الحروب اللي ممكن يدمر اي دوله. شوفي هقول لك حاجه، منذ احداث يناير وما فعله الاخوان ورفعهم لشعار ينحكمكم ينقتلكم، وهم بذلوا قصارى جهودهم، استماتوا بالمال وبالإرهابيين وكل ذلك لمحاولة في محاولة لإسقاط الدولة المصرية. وكان الهدف، وكان من أكبر الناس اللي تحملت أعباء مكافحة الإرهاب هم رجال الداخلية. طبعا قواتنا المسلحة عملت بدور كبير جدا 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 ضخم، وقوات الشرطة في الحقيقة تحملت عبء كبير داخل الوطن،
في مكافحة الإرهاب وتعقب الإرهابيين وتعقب إخوان الشياطين اللي هم بيجيدوا من الخارج بالتحديد الحرب الإلكترونية عندهم، لأن بتتدفق عليهم الأكبر الأموال بغزارة، هناك تنظيمات بتغدق عليهم بالمال، بتوفر عليهم كتائب إلكترونية، وده كان بيتطلب لبس الشائعات والأكاذيب والآخر. عشان كده الحمد لله وعي المصريين بجانب جهود رجالنا من القوات المسلحة والشرطة ساهم بدور كبير جدا في وقد كل هذه الشائعات وضحض هذه الشائعات. لما نيجي لرجال الشرطة بقى، وزارة الداخلية في الحقيقة مدركة تماما بأن الإرهابيين دائما أو المجرمين بيطوروا في أفكارهم وفي وسائلهم وفي كل ما يتعلق بوسائلهم التكتيكية والاستراتيجية في إسقاط البلد. لكن في الحقيقة إحنا عندنا وزارة الداخلية نجحت إلى حد كبير في مكافحة هذه الجرائم وفي الرد أيضا في كتائب إلكترونية بترد على شائعات الإخوان وتأكذبهم وكل ما يفعله قوى الشر اللي دايما الرئيس بيحذرنا منها. يمكن الرئيس في أكثر من مناسبة قال لك وعي المصريين. يمكن الرئيس قال جملة جميلة، قال إنهم عايزين يدمروا الولاء المطلق. بالظبط. وفعلا كده. إحنا عندنا المصريين عندهم ولاء مطلق لهذه الدولة، فإزاي نقدر نتصدى فعلا لكل من يحاول تدمير هذا الولاء المطلق؟ أنا قلت لك في يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دايما مع مصر ومع المصريين. لأنه في الحقيقة أنا بقول لك الشعب المصري بيلتف حول الرئيس، صلابة المصريين، وده اللي ركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طول ما احنا في صلابة بين المصريين وفي التفاف بين الشعب والقائد دايما هنحقق نتائج رائعة، ودايما هنتقاوى ودايما هننهض بمصر. كل ده بهدف ايه؟ إقامة دولة حديثة قوية، دولة احنا يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يمكن إحنا مش حاسين بيها أو البعض مش حاسس بيها، هو لولا الدور اللي قامت به الشرطة في التأمين الداخلي واللي قامت به القوات المسلحة في تأمين حدودنا كلها سواء برا وبحرا وجوا رغم هذه المساحات الشاسعة، كنا وصلنا إلى الاستقرار اللي إحنا فيه كان لا يمكن ابدا. العالم كله ما كانش يتوقع ان في مصر في ان 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 الدوله المصريه في فتره وجيزه تصل لهذه الدرجه من التقدم والنهضه مع الاستقرار، لان الاستقرار دايما يساوي استثمار، لولا الاستقرار ما كان هناك استثمار. جاحد جاحد من ينكر المشروعات العظيمة اللي بتجري نتيجة الاستقرار. أنا واحد من المصريين مدرك تماما أن المشروعات اللي بتجري حاليا في كل مكان في مصر، في الطرق، في الإسكان، في التعليم، في كافة أنحاء مصر، في مختلف المجالات، القضاء على فيروس سي تماما، التطور المنظومة في المنظومة الصحية، التأمين الصحي الشامل، هذه المنظورة المنتظرة أنها تحقق أمام المصريين في الرعاية الصحية، كل ده نتيجة إيه؟ نتيجة عندنا استقرار الوطن وتأمين صح. والاستقرار الأمني اللي بنعيشه. ورغم هذا مصري بتحاصر لأنها ناجحة. رجال الشرطة عندنا بيتعرضوا لهجمات شرسة، ولكن الحمد لله بإمكانياتهم وبفكرهم وبقوتهم وقدرتهم وتضحياتهم استطاعوا أن يتصدوا لكافة محاولات الإرهاب اللي بتستهدف مصر. ومنذ أيام شفنا الخليه الارهابيه الكبيره المموله من الخارج والمدعومه من الخارج، واستطاع رجال الشرطه ان هم يقضوا عليهم وتسقط هذه العناصر وتسقط هذه الخليه في ايدي رجالنا من وزاره الداخليه. بتهيألي كمان ان هو في تطوير الاستراتيجيات وزاره الداخليه وتحديدا فيما يتعلق بالارهاب، لان هم كل يوم بيغيروا في خططهم. طبعا ما بقاش زي زمان، وهم يعني رجال الشرطه مش بيتعاملوا زي ما كانوا بيتعاملوا زمان. حاجة. عندنا امن الوطني في مصر، الامن الوطني في مصر في رجال مدربين على مكافحه الارهاب بجانب قواتنا النظاميه. فكرا لابد يكون فكرهم متطور يواجه فكر الارهابيين، يواجه فكر التنظيمات الخارجية. العملية مش سهلة،
العملية كبيرة قوي، وفي رجال متخصصين من من وزارة الداخلية بيكافحوا ويقاوموا وبيخططوا لمواجهة كل هذه الأعمال الإرهابية أو التخطيطات المدعومة من الخارج، سواء من أجهزة استخبارات عالمية أو من تنظيمات زي التنظيمات الإخوانية على مستوى الخارج أو قوى الشر أو الرأس الأردوغاني ومعه تميم القطري. كل دي يعني بالمال مدعومين وبالسلاح مدعومين، ورغم هذا الحمد لله عندنا مصر داخليا مؤمنة تماما، عندنا مصر على حدودها مؤمنة تماما برا وبحرا وجوا، كل ده بينعم به المواطن المصري. ألا تتخيل بيبقى إيه إحساس المصري لما بيشوف على الشاشات النازحين من الدول اللي بتشهد صراعات، المهاجرين منها قسرا، وقد إيه إحنا مصر بتحتضن كل عربي من أي دولة معرضة بتتعرض لصراعات أو نزاعات أو حروب داخلية، قد إيه دول عايشين أمنين في مصر؟ أكتر من 5 مليون مصر محتضناهم، مصر محتضن وبتتعامل معهم، بتتعامل معهم مثل أبناء الشعب المصري وليسوا كنازحين أو مهاجرين. كل ده نتيجة يعني الأمن مش بس بيشمل المصريين لكن بيشمل كمان أشقائنا من الدول العربية المجاورة اللي بالفعل حصل لهم كوارث. ده مش كده وبس، يعني شوفي بقى الشرطة بتعمل إيه. رغم التحديات الضخمة في مكافحة الإرهاب إلا أني بتكافح السرقات، بتأمن المنازل، بتتعقب المجرمين، بتتعقب الهاربين من أحكام يعني، وأيضا بتتعرض للشائعات والأكاذيب، لأنها بتحاول، لأنه إذا سقطت الشرطة في الداخل انتشرت الفوضى طبعا، فبالتالي رجال الشرطة بيتحملوا عبء ثقيل جدا ويجب أن نشعر به. ويمكن الحمد لله أن بوعي المصريين كلنا بنشعر بالجهود اللي بيقوم بيها رجل الشرطة. إيه اللي مطلوب هو دلوقتي من المواطن المصري؟ يعني احنا كنا بنتكلم في البداية ان احنا فعلا الأربعة يعني لو كلمنا جيش شرطة قيادة شعب، لما بيحصل هذا التلاحم اكيد بيبقى فيه يعني استقرار وبيبقى فيه امن وبيبقى فيه ارتفاع وانجازات كثيرة للدولة اللي فيها هذه الملحمة او التلاحم ما بين الأربع جهات دول. ازاي نقدر بقى بالفعل ان الشعب ليه دور؟ يعني احنا بنقول الشرطه بتقوم بدورها، قوات مسلحه بتقوم بدورها، قياده سياسيه بتقوم بدورها، دورنا احنا بقى كمواطنين مصريين ايه؟ شوف هقول لك حاجه، اولا وعي المصريين ان احنا نتابع الاحداث بدقه، ما نصدقش الشائعات، نشغل دماغنا دايما، يعني ما نراه على بعض الشاشات التابعه لاخوان الشياطين وكاننا مش عايشين في مصر. نحن بنلمس الاستقرار، بنلمس المشروعات الرائعه، بننعم بالاستقرار اللي احنا حاسين بيه كلنا، والتانيين بيبصوا الاكاذيب وبينشروا الشائعات وكان احنا مش عايزين. لا، المصريين واعيين وشفنا قد ايه جميع الدعوات اللي طالب بيها او اللي نادى بيها اخوان الشباب كلها كانت فاشله. هي فشلت ليه؟ هي بيت كوميديا اساسا كمان، يعني احنا كمان شعب لطيف بيحب الكوميديا جدا، فبقينا بناخد الدعوات دي ان احنا نتريق. ده نتيجه ايه؟ نتيجه وعي المصريين وثقتهم في القيادة. يعني أنا عايز أقول لك حاجة بسيطة جدا، هل تتصوري إن كنا ممكن نوصل لهذا التأثير العالمي؟ التأثير العالمي يعني شوف الرئيس في المؤتمرات، في المؤتمر الأخير بيحظى باحترام العالم، بيحظى باحترام زعماء أكبر الدول في العالم. ده نتيجة إيه؟ لأنهم أحسوا بالدور الكبير اللي نجحت فيه القيادة في تأمين المصريين، في استقرار البلد، في تنفيذ خططهم وإصلاحاتهم الاقتصادية وخططهم المستقبلية، وفي نفس الوقت إصرارهم على مكافحة الإرهاب مش بس على أرض الواقع وإنما في كل مكان. يعني يد تحمل السلاح ويد بتبني. بالضبط. شفنا الرئيس ركز أكتر مرة لكن احنا لابد من إيه؟ مكافحة التكاتف الدول في مكافحة الإرهاب وتعقب الإرهابيين، وأيضا رفض الملاذات الأمينة أو محاسبة الدول التي توفر المال والتمويل والملاذات الأمينة، وده شايفينه جيدا في أردوغان وفي ديلو الآخر تميم في قطر. وفي الحقيقة رغم كل هذه التحديات والمؤامرات إلا إنه والأحقاد إلا على مصر وعلى الرئيس بصفة خاصة.
يعني ما يفعله أردوغان إن مصر محروسة. بس حضرتك قلت فعلا مصر وهذه البلد فعلا محروسة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا طبعا. سبحانه وتعالى أنزل في كلامه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وده يعني يكفينا. وده يعني فعلا المصريين خير أجناد الأرض أكيد. وفعلا رجالنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة العيون الصاهرة فعلا دول خير أجناد الأرض. والمصريين بصلابتهم إن شاء الله مصر هتتطور أكتر يا رب إن شاء الله من أقوى دول العالم. ويكفي إن جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية بتشيد فعلا بإنجازها بإصلاح مسارنا الاقتصادي. وإن مصر إن شاء الله قريبا جدا هيوصل نسبة النمو إلى 6% بإذن الله إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا نورتنا أستاذ حسن وكل سنة وحضرتك طيب وكل أبطال الشرطة وانت طيبة والشعب المصري كله بخير ورجال الشرطة في سعادة دائما بإذن الله يا رب إن شاء الله. مشاهدينا لسه مع حضراتكم متواصلين. والنهاردة يوم احتفالنا بمرور 68 عام على احتفالات الشرطة المصرية. ونطلع لفاصل وبعدها نلتقي معاكم بفقرة خاصة جدا مع أم لبطل من أبطالنا شهيد ولكنه حي عند ربه يرزق. نطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم. وفعلا ابن بلادي كتب وسطر الملاحم البطولية وسطرها بدمائه. تراب مصر ارتوى بهذه الدماء. علشان كده دايما بنقول ان الأرض دي أرض طاهرة جدا لأن فيها دماء شهداء. شهداء من أبطالنا أبطال الشرطة من أبطالنا أبطال الجيش. الشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون. إن كانوا غابوا عنا أجسادا لكن أرواحهم لازالت موجودة حوالينا. لكنهم زي ما قلنا هم عند ربهم أحياء فرحين بما آتاهم. الفرحة دي فرحة كبيرة جدا. الفرحة دي بتشعر بها الأم المكلومة اللي بالفعل ممكن تكون تعبانة وحزينة بغياب ابنها بأنه مش موجود. لكن إحساسها بأنه هو حواليها لأن هو لسه حي ده بيبقى إحساس تاني خالص. الإحساس ده هنلمسه حالا معانا ومعاكم واحنا بنفخر بكل ابطالنا بكل شهدائنا النهارده. الشهيد اللي بنتكلم عليه النهارده شهيد صغير في السن لسه شاب. شهيد باسم فاروق رحمه الله عليه. النهارده معانا والدته مدام هالة عبد الرحمن. برحب بحضرتك واهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك ومنورانا ومنوره الاستوديو كله. وزي ما بقول لحضرتك احنا حاسين فعلا بروح الشهيد باسم حوالينا دلوقتي. الحمد لله هم ربنا قال هم أحياء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون. هم موجودين معانا الحمد لله. هو ده محتاج قوة صبر من أم تكون قوية. مش أي أم عندها القدرة على أنها تتحمل. لكن طبعا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصبر عند المصيبة الأولى. وعلى قد صبر حضرتك على قد ما ربنا بيرزقك فعلا الثبات. الحمد لله. هو أنا ما كنتش متخيلة في يوم من الأيام أن أنا هقدر أشيل الحمل ده. بس ربنا قدرك. بس ربنا قدرك لأنك حاسة أنه فعلا في مكان أحلى وضحى علشان وطنه. باسم حضرتك وهو عنده 16 سنة ونص أول ما دخل كلية الشرطة بعد 45 يوم أول ما شافني قال لي حاجة غريبة جدا. قال لي يا ماما لو بتحبيني ادعي لي أموت شهيد. لا إله إلا الله. كان على باب الكلية بعد 45 يوم. باسم قعد يطلب من ربنا ويدعي أنه يموت شهيد وهو عنده من سنة 2006 لغاية يوم الاستشهاد 14/8/2013 يشرب مية زمزم ويدعي أنه يموت شهيد. يشوف أي حد يطلب منه أنه يموت شهيد. فسبحان الله أنا بقول ربنا استحى من ابني وأخده شهيد. خلينا نبدأ من الأول. هو يعني ليه فكر يدخل كلية شرطة؟ هو جده اللي هو والدي ضابط جيش فهو كان حابب جدا البدلة العسكرية. وكان رياضي. باسم بطل جمباز كان بيلعب جمباز وهو عنده 4 سنين لغاية قبل الاستشهاد على طول. فحتة ان هو كان يعني عايز يحمي وطن زي جده ويبقى ضابط وكده. فكان جده زارع في حتة حب الوطن. وطول فترة دراسته في الكلية كان يعني كان ايه اللي نفسه كان يعمله للبلد. كل شاب في الوقت ده بيبقى نفسه ليه طموحات كتيرة جدا. باسم يعني كان شايف ان علامة الاستشهاد دي يعني انا مش عارفة هو كان شايف ايه ان هو كان بيدعي ان هو يموت شهيد. هي عقيدة اي ضابط سواء كانت شرطة او جيش النصر او الشهادة. فهو ده دايما بتبقى عقيدتهم الداخلية فعلا. فهو ما شاء الله كان بيحب البلد جدا. حتى اول ما اتخرج كان امن عام.
بعد الأحداث الوزارة طلبت ضباط يروحوا سيناء أمن مركزي، كان من أول الضباط اللي كتب الطلب من نقل عام من ضابط أمن عام لضابط أمن مركزي، ومن سوهاج البليانة للعريش. يعني هو اللي طلب بنفسه أنه يروح في مكان فيه اشتباك شديد وفيه التهاب شديد. حضرتك العريش كانت منطقة ملتهبة جدا في الثورة جدا. طبعا. وهو كان حديث التخرج، كان بقاله سنة وأربع شهور بالضبط متخرج. لكن هو أنا لما كنت بكلمه بقول له باسم يعني العريش منطقة ملتهبة وانت حبيبي لسه ما خدتش كفايتك في التمكين من الاشتباكات وكده، فقال لي لا يا ماما ازاي، انا لازم اروح احمي بلدي وسينا لازم كلنا نروح نحميها. وهو فعلا كان من اول الضباط اللي راحت كتب الطلب نقل وانتقل الى هذه المنطقة. دخلوا فرقة امن مركزي شهر وراحوا على طول، قعد سنة وست شهور تقريبا. في السنة وست شهور دول يعني كان طباعته ايه، وكان بيحكي لك ايه على الاحداث اللي بيشوفها هناك؟ هو عامة ما كانش بيحكي على اي احداث، لكن انا كنت لما كنا بيروح سواج البليانة كنت قلقانة عليه جدا جدا، وكنت مضطربة ان هو كان بيسافر مكان مسافة بعيدة وكده. لما راح العريش، مع ان العريش منطقة يعني كانت صعبة جدا، لكن انا بقول ان ربنا نزل في قلبي السكينه وبقيت مرتاحه جدا لوجوده في العريش. هو ما كانش بيحكي على طبعا عشان بيحصل، لكن هو كان دايما يقول احنا عايشين عيشه صعبه، احنا يا ماما عايشين عيشه صعبه. اكيد. خبر الاستشهاد حضرتك تلقيتيه ازاي؟ هو انا كنت بفرش له شقته عشان كان زفافه 24/9 بعد الاستشهاد ب 40 يوم. وحسيت بوجع جامد جدا مكان دخول وخروج الرصاص عند باسم، وحد في وداني اليمين قال لي باسم مات. ده وحضرتك موجوده في الشقه بتاعته بتفرشيها؟ الاحساس ده جالك من غير ما تعرفي ومن غير ما تسمعي اي حاجه؟ من غير اي حاجه حضرتك. حسيت بوجع جامد جدا، حتى عشان يعني لما رحت استقبلته يعني في المستشفى طلبت ان انا اشوف مكان دخول وخروج الرصاص عند باسم، وفعلا هو مكان الوجع اللي حصل لي، وسمعت حد في وداني اليمين قال لي باسم مات. والحمد لله اخوه جه عشان يقول لي، قلت له يا مهاب اخوك استشهد يعني؟ قال لي قبل ما هو يتكلم. قبل ما انت يقول احساس الام بيبقى احساس عالي قوي. انا حضرتك كمان قبلها بثلاث شهور كنت بحلم احلام ان ابني هيتوفى، وبشوفه من ظهره واحد ميت. ويوم من يوم ما سافر، هو سافر قبل الاستشهاد بيومين، يوم الاحد الصبح الساعه 10:30 وانا بوصله، هو قال لي انا يا ماما المره دي رايح شهيد، انا مش راجع تاني. كان هم بيبقوا حاسين. هو قعد، شوفي حضرتك فعلا من قبلها ب 40 يوم وزع كل جهازه وكل عفشه، وزع الفلوس اللي كان المفروض شهر العسل ويصرفها جواز. وهو قال ان انا كان عنده احساس جميل جدا. كان حاسس بنفسه خالص. ليله اللي كان مسافر فيها قبل الاستشهاد على طول، يعني ايه الكلام اللي كان قاعد بيتكلمه معاكي؟ هو قال لي ان انا هحججك يا ماما. قلت له لا انا حجيت، انت شوف مستقبلك. قال لي لا والله يا ماما هتحجي. وفعلا بعد الاستشهاد حجيت، انا مش هتجوز، انا المره دي يعني انا مش هتجوز، هموت قبل الجواز. فبقول له هتموت ازاي؟ قال لي والله بكره تشوفي، والله يا ماما مش هتجوز يا حبيبي. يعني باسم قعد 40 يوم بالظبط وهو يقسم بالله انه هيموت شهيد. الاحساس اللي ربنا سبحانه وتعالى ساعات بينزل فعلا جوه المؤمنين احاسيس كده، او يعني بيشيل عنهم الغطاء، بحيث ان هم بيبقوا شايفين فعلا مكانتهم بعد كده. هو ما شاء الله باسم كان شايف مكانه في الجنه ان شاء الله باذن الله يعني من 40 يوم واكتر كمان. لان ليله الاستشهاد احنا كنا بنكلمه لغايه الساعه 8 ونزل الخدمه، استشهد 8:24 دقيقه وقت ما جالي الوجع. قبلها بليله بالظبط يعني يوم الثلاث بالليل الساعه 1:30 انا كلمته، فقال لي يا ماما ما تتكلميش تاني، انت بتكلميني كتير وانا عايز اقرا اخلص الجزء التاني من المصحف. والحمد لله المصحف يعني بتاعه جالي. يعني كان كمان يعني قبل الاستشهاد كمان كان بيقرا القران. باسم كان ما شاء الله من حافظة القران ما شاء الله. فباسم كان جميل يعني، ربنا اختاره يعني في صفات كثيره جدا. هو يستاهل الشهاده.
كان بر جدا ومؤدب ومحترم، وكان مصلي وحافظ القرآن، وكان في صفات الشهيد. ربنا يرحمه وما يعزش على اللي خلقه، اكيد في مكان احسن بكتير قوي قوي من اللي احنا فيه. الحمد لله. نطلع للفاصل ونرجع مع حضرتك تاني، نطلع مع حضراتكم لهذا الفاصل ونرجع معاكم مره تانية. اللي حالف تفضل يا مصر حره، هو ده درعك وسيفك وابن بلد، اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قالوا عليه اصيل نعمه الولد، اللي سرته ريحتها مسك وورد بلدي. هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلى من الحياه، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، هو ده عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له ميت عظيم سلام، هو ده اللي حب بلده فعل مش كلام، هو ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم، هو ده ماشية خطوة كبيرة فعلا للأمام، اللي كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقة مع حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، ده اللي عارف ايه معنى الرجولة، اللي دوره في الحياة بطولة وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، ده اللي لازم كلنا نشاور عليه، هو ده اللي مصر كلها بتبقى بيه، هو ده اللي صايم أرضي واللي بيحمي أرضي، هو ده واللي شايل مصر وحاططها في عينيه، ده اللي مصر كلها بتتباهى بيه. النهارده الشهيد باسم فاروق، مصر فعلا كلها بتتباهى بيه، والنهارده احنا يعني بنقدم لوالدته اللي هي فعلا تعتبر فخر للامهات اللي قدمت ابنها شهيد ودخلت اتنين من ولادها الشرطه. خلينا نتكلم بقى على حضرتك، عندك ابناء، اتنين من ابنائك صح؟ عندي لؤي محسن فاروق اخو باسم الثاني، اتخرج قبل استشهاده بثلاث أسابيع بالظبط. يوم الاستشهاد كان الوزارة اديته أجازة عشان ظروف الاستشهاد بتاعة أخوه، هو قطع أجازته ونزل رابع يوم استشهاد باسم على اسم الدقي، وكانت برضو منطقة الدقي منطقة من المناطق برضو الملتهبة جدا جدا، ومرضاش يقعد، حتى أنا قلت له يا لؤي خليك قاعد يعني عشان عايز أخوك، قال لي لا يا ماما ما تخافيش انا لازم انزل عشان بلدي محتاجين. وحضرتك عندك ابن تاني برضو؟ عندي مهاب، كنا مقدمين في كلية الشرطة قبل استشهاد باسم بأيام بسيطة جدا، وكان متحدد له امتحانات الشرطة تاسع يوم استشهاد باسم. اليوم الحداشر انا قعدت جنبه كده وكنت زعلانة جدا، قلت له راحت منك امتحانات الشرطة يا مهاب، قال لي لا رحت، قلت له ما قلتليش، قال لي خفت لا تقولي لي لا عشان خاطر باسم. طب بأمانة ما فكرتيش بالفكر اللي هو فكر فيه ابنك، ان انت فعلا تقولي لا ما تدخلش؟ لا ده انا كنت زعلانه جنبي. لا بلدنا، بس حضرتك احنا ما كناش عارفين غلاوه بلدنا عندنا قد ايه، غير لما وقعت في ازمه واحنا لغينا كل مشاعرنا لاولادنا، اهم حاجه ان البلد تقوم، ففعلا كنت زعلانه جدا ازاي هي راحت منه اختبارات الشرطه. وحضرتك لما اتخرج مهاب، اتخرج 2017 أمن عام، كتب طلب للوزارة يتنقل من أمن عام لأمن مركزي، وأنا بإيدي كتبت له الطلب ونقل من أمن عام لأمن مركزي في قطاع الشهيد النقيب باسم محسن فاروق. يعني حضرتك فعلا نموذج للام فعلا المشرفه اللي نفخر بيها فعلا، ونتمنى ان كل الامهات، واحنا فعلا عندنا ما شاء الله كثير من الامهات فعلا اللي يعتبروا امهات مثاليات، ربوا ولادهم رجاله، ما هو في ناس بتولد ذكر وانثى، لكن قليل اللي بيولد فعلا ما يسمى بالرجل، وحضرتك ما شاء الله يعني جبت لنا ثلاث رجاله، اذا كان فيهم احد استشهد وهو عند حي عند رب يرزق، لكن في اتنين تانيين بيكملوا مسيرته. عايزه حضرتك توجهي بقى رسائل للامهات دلوقتي. انا عايزه اقول لكل ام ان بلدنا اغلى من ولادنا،
وعمر ولادنا لو احنا خفنا عليهم يعني هنحميهم. هم لما يحموا ارضهم هيحمونا ويحموا اطفالنا ويحموا ولادنا ويحموا كل شعب مصر. فانا بقول لكل الامهات اهم حاجه تغرسي في ابنك حب الوطن وحفظ القران والصلاه، وهو ان شاء الله ربنا هيحفظه، حتى لو خدوا شهيد يبقى حفظه بالشهاده. هل الفتره اللي فاتت دي كان تشوفي في الاحلام بتقعدي تفتكري حاجات؟ انا عارفه ان الكلام ممكن يبقى حزين شويه، بس احنا عايزين نوصل احساسك للناس. انا بعد استشهاد باسم كنت بحلم بيه كتير جدا. يعني حلم من الاحلام حلمت بيه ان هو لابس بدله الامن المركزي وقال لي والله يا ماما ما مت، والله يا ماما كل اجهزتي شغاله. وفعلا انا عارفه ان هو باسم ان شاء الله باذن الله من الشهداء عند ربنا. بروح المدفن بتاعه بشم ريحه مسك وريحه البخور ما شاء الله ماليه المكان ما شاء الله. فما شاء الله شفت ربنا يعني وراني حاجات كتير تخليني اصبر على فقدان باسم. ربنا يصبرك يا رب ويثبتك. الحمد لله. واخواته كمان ما شاء الله بشوفهم مكملين مسيرته واقفين لحماية الوطن وحماية الشعب المصري، بكون فخورة بيهم عشان هم برضو ظروفهم النفسية كانت صعبة بعد استشهاد أخوهم، أكيد، لكن هم ما شاء الله وقفوا على رجليهم وكملوا مسيرة أخوهم وأرض مصر تستاهل، وهم دول ابطال مصر اللي احنا بنفخر بيهم دايما يا رب. وحضرتك يعني فخر للامهات كلها، ربنا يثبتك باذن الله. وزي ما بنقول دايما ان فعلا الشهيد بيشفع لاهله، فحضرتك عندك شفاعه كبيره طبعا غير شفاعه رسولنا عليه الصلاه والسلام. ربنا يصبرك ويخلي لك ولادك التانيين فعلا رجاله ثابتين على ارض مصر يقدروا بالفعل ان هم يحموا هذا الوطن. شكرا لوجودك معانا. مشاهدينا مره ثانيه بنقدم كل التحيه الأبطال إن كانوا غابوا عنا جسدا لكن أرواحهم لازالت معنا، إن كانوا غابوا عنا ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. الجملة دي جميلة قوي، أو الآية دي جميلة قوي، قد إيه هم فعلا فرحانين وقد إيه إحنا على قد ما إحنا قلوبنا ممكن تكون بتدمي حزنا، لكن إحنا فرحانين بأن هم فعلا سعداء عند المولى عز وجل. تحية مرة تانية كمان لأبطالنا اللي واقفين لغاية النهاردة، هم الدرع اللي بيحمي وهو فعلا الدرع الحامي لهذا الوطن في الداخل. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين في عيد الشرطة، يا رب كل أيامنا تبقى أعياد وإنجازات والمصريين يبقوا دايما في ظهر شعبه في ظهر قيادتهم وشرطتهم وجيشهم. كل سنة وحضراتكم طيبين.